موسيماني كان ممكن يبطلك كورة خالص؟ والله العظيم يا مصري، انا لو انا كنت كملت انا كنت حاسس ان انا كنت هبعد. انا قعدت سنة ونص ولا سنتين، انا طلعت اعارة ورجعت وقعدت سنة ونص في النادي الاهلي. اه طبعا انا كنت في النادي الاهلي مبسوط، بس مش مبسوط ان انا ما بلعبش. يعني انا قلة اللعب دي برضو اللعيب دي ممكن توديه في حتة مش خاصة ان انت مش واخد على القعدة. فانا اخترت ان انا لازم اجازف، والمجازفه كانت في صالحي. كان ممكن يبقى ليك فرصه مع كولر، ولا كنت خلاص الموضوع قفل معاك في الاهلي؟ والله هو الموضوع انا خلاص انا خدت القرار بناء على اللي انا خلاص بقالي سنه ونص مش هستحمل انا اكتر من كده. فخلاص فبكل احترام انا قدرت اتكلم مع النادي والوكيل، خلاص قدرت ان انا احل كل حاجه. وخاصه ان انا طلعت اعاره، يعني ما مشيتش نهائي. انا كنت طالع عشان ارجع تاني برضو وارجع اقوى من اللي انا كنت موجود فيه. لو رجع بيك الزمان تاني قبل انتقالك للاهلي، كان قدامك الاهلي والزمالك، كنت هتختار نفس الاختيار ولا هتغير؟ بصراحه لا والله، انت تقريبا كان في كلام ان انت في الزمالك خلاص. بص، هو في الوقت ده هو طبعا الاهلي والزمالك، انت لما بيجي قدامك دي مش بتاعتي انا بقى، دي بتاعت النادي. انت كان اختيارك ايه؟ انا مش انا الاختياري، انا كنت اختياري سموحه. انا رجعت من القاره جيت هنا، جيت على سموحه تاني. رئيس النادي الباشمهندس كلمني في التليفون قال لي كابتن محمود الخطيب قعد معايا وخلص كل حاجه. فدي انا مرتبط بعقد مع النادي.